العائلة ديالنا أحلى عائلة. غادي يجيب حالك داك النيشان اللي بغيتو واسع، حيتاش أنا دابا تنكبر، أنا بغيتو نكبر فيه. صافي الفن صافي. واو ايتما ديسما اجل في اللون. السلام عليكم احلى عائله، كنتمنى من قلبي تكونوا بخير وتكونوا مرتاحين. وانتم كتشوفوا الفيديو ديال اليوم، رجعت لكم فيديو جديد معكم وفاء من قناه وفاء بردوز. الا كنتوا اول مره تشوفوني ما تنساوش انكم تشتركوا بالضغط على داك الزر الاحمر اللي كاين هنايا اسفل الفيديو، وتفعلوا الجرس اللي كيحداه باش كتوصلوا بكل جديد وتنضموا للعائله ديالنا احلى عائله. قولوا لي ديال الانستغرام ديالي غادي تلقاوه في لابا دانفو. اليوم ان شاء الله بغيت نفصل واحد الكاب وجيت نتشارك معكم، ماشي غادي نوريكم كيفاش تفصلوا، ولكن هذا تحدي ليا لاني ما عمرني ما فصلت. كنعاون ماما، راكم الناس القدام عارفين بلي ماما هي اللي كتفصل لي حوايجي، وكنت كنعاونها في التفصال وكنعرف نخيط، ولكن في الصاله بوحدي ما عمرني فصلت. اليوم غادي ناخذ تحدي اني نفصل بوحدي. كنت ديجا فصلت هذا الكاب، ماشي فصلته، فصلته ليا ماما الله يخليكم، غير هو نفس الثوب. داكشي علاش بغيت نوريكم. فصلت هكا كاب، فصلت ليا ماما هكا كاب كيجي محلول، كيتلبس بحال هكا، المهم كيجي محلول وعندو الحزام ديالو، كيجي الحزام ديالو بحال هكا، وكيجي هو طويل حتى للركبه، ولاني فيه الفتيحات من الجناب. هو دارت ليه ماما الفتيحات من الجناب، كيجي واعر بزاف، كنلبسو مع صايا دروه هكا، وكيلبس تحت منو شي بودي، المهم توب ما كيبينش. اهم حاجه اللي بغيت نوريها لكم هو انكم تقدروا تشريو غير توابين رخاص وديروا بهم لبسات زوينين. مثلا هذا خديتو غير ب10 دراهم، وغادي نحط لكم تصويره هنا اللي لقيتها ديال كيفاش لبستو واحد المره، غير لقيتها هذه راه تصويره قديمه، الكاب راه قديم باش نكونوا متفقين. ولكن اليوم غادي نفصل هذا، حتى هو خديتو غير ب10 دراهم، 2 متر ب20 درهم. صفقات لي في التواب 3 كيلو راه كيكونوا زوينه، تقدروا تلقاوهم في الموظفين، تقدروا تلقاوهم في اسايس. بالنسبه للناس ديال اكادير حدا المدرسه ديال عمر الفاروق، راه كاينين تما بزاف ديال المحلات كيبيعوا هكا التواب رخاصين في دوك الزناقي، غير قلبوا وتيكونوا هكا زوينين. تقدروا انكم بحال هذا الستيل، انا كنت كنفصل فيه كسيوات طوالين وكندير ليه التحتيه ديالو، كنلبس معاه شي كسوه هكا ولا كنوهم كندير ليهم شي حاجه من التحت سامبل اللي كنقدر اني نلبسها وكتطلع ليا رخيصه رخيصه بزاف. هذا دابا خديته ب20 درهم وغادي نفصل فيه كاب وغادي تشوفوا كل شيء. غادي ندير بحال هذا الستيل، هذا عجبني وجاني سالي بزاف بزاف. اول حاجه رسمتها هو الشكل، المهم شحال هذه بيني وبين الرسم الصراحه. رسمت الشكل، وهنا غادي ندير بالنسبه للقياسات اللي انا بغيت، غير هو شنو اللي كيكون القياسات اللي كيكونوا زعما بحال بحال. هو هنايا هاد الهبطه ديال اللور، دابا هادو راه طرفت اللور وطرفت القدام، وهاد العنق فيه واحد 15 سنتيم يمكن. المهم انا غادي نقيس، خص ماما هنا تعاوني الصراحه تعبر ليا بالمترو، وغادي نكتب العبارات اللي هما على قدي، وديك الساعات غادي نبداو نفصلو. المهم صدق ما صدق، ما شتوني ما شتكم، وفي الاخير قررت اني غادي نعبر حتى هو بوحدي. العبار المهم الكتاف عندي انا باقا عاقله عندي فيهم يمكن شي 38 ولا ما نعرف، دير بحال هكا. المهم راه ما كنوريكمش كيفاش تصلو، انا كنخربق. بلات كتافي 40 تقادو الكتافة. صافي غادي ندير واحد 60، ندير 60 نشوف، كبيرة بزاف، غندير غير 50 55. ما بغيتش الكتافي يجيو طايحين معانا قصيرة، ما غاديش يجيو معايا. غير 55 من هنايا، هو 55. نطلق يديا بحال هكا ونمشي نمشي نمشي نمشي. غادي نديرهم غير حتى الكود، حيتاش بغيت نزيد ليهم شي فريفيرات، بغيت نستكي على الوضعيه. 28 بحال هكا مزيان، 94 حيتاش انا ماشي شي عظمه. وغادي نعبر المهم غادي نعبر كلشي باش ما نتصيدش، حيتاش واحد النهار درنا انا وماما ما عرفت فين كنعقلنا، وحنا نفصلوا واحد القميجه دايره بحال حتى السكرت، واسعه من الفوق ومضيقه من التحت، ما جاتش مزيانه. 106 لا دابا انا كنكبر ياك، غادي ندير 110.
وغادي نشوف السرية ديال الكمام. انا بغيتها هكا تكون فضفاضه، يعني غادي ندير بحال هكا. هما داروا 25 في هذيك، نشوف يد لي 25 هي شحالنا، هي 25 شحالنا، هي 25. ويلي مضيق، لا ويلي. غادي ندير كيفاش دابا، من هنا غادي ندير نشوف 42، هو ساب بزاف ثانياكو 42، ندير 40 40 40. وهذه هي الحصيلة النهائية. اول حاجة اللي مدها لي ماما هي نقطعوا الحزام هو الاول على طول التوب، عاد ديك الساعة نبداو نفصلو. انا درت لعبة غير بهذا الجل اللي جات هادو. هالتوب كيزلق. يلا جيت نتعلم، نتعلم في توب خفيف. قال لك كيقول لك المثل اللي قال العصيده اللي قال العصيده برد يدير فيها يدي، واخا هكاك شويه كاينه الموهبه. الموهبه يتصن. كنت زاد كنبقى ندير ها. لا 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 لا، الحمد لله الحمد لله. باش تصاوبي الحزام شي حاجه ماشي سهله. المهم هذا مازال غادي يتخيط، ها هو كيفاش غادي يجي. صافي المهم ها الحزام بعدا، ونشوفوا ديك الساعه حاجه اخرى. صافي، ولكن راه غادي يتخيط وغادي يدوبل، غادي يجي زوين. صافي صوبت الحزام. المهم عرفت راسي غادي نزبلها في الثوب، داكشي علاش دابا غادي نستعين بالورق. هادشي اللي درتو العبارات غادي نديرو هنايا، هذا عبار كبير يعني قدي. الورقه طويله على 4 باش نخدم عليها، وغادي نعاود نرسم فيها هادشي. هنا قلنا يد لي 55، 55 هي اللي عبرت في الكتاب حيت هذا بلا يدين. عارفه راسي غادي نتعدى على هاد الثوب، ولكن ما عندي ما ندير. الثوب دابا قسمته على جوج، وعن غادي نعاود نقسمو على 4 باش نخدم الطرافي بجوج. غادي نخدم اللور القدام، ما في هي اللي يدير. بعدا هذا مايل، هاد الثوب مراجل بلاتي نقادو، مراجل مراجل. هي تخميمه تخميمه ولا ضربه بالمقص. صافي غادي نديرو بهاد الجهه الاخرى، هاد الجهه الاخرى قسمتو على جوج، وعاد غادي نعاود نقسمو على 4. غادي نعبر دابا 15 سنتيم من هنا لهنا، طويت الثوب بعدا على ان طويل. وهاد الثوب القدامي هذا دابا هاد الفصل اللي كتشوفو راه كبيره شويه على الفصل التحتاني، يعني درت حساب دوك الملاقيات اللي كيكونوا في القدام، حيت القدام ماشي هو الظهر. صافي غادي ندير دابا هنايا واحد، غادي نعبر 15 سنتيم. بعدا هي الاولى 15 تخلع 15 مضوبله، يعني ماشي بالمسطره بهذا. وحق الله الا تخلعت 15. عرفتي شنو، غنبدا نقطع النيشان اللي لي عليها. وايلي عبر عبر سحد يا اخي. بسم الله بسم الله. عاد العنق غادي نحيد غير هاد جوج طرف الفوقانيين اللي محلولين، حيت الظهر ما تيكونش محلول. ناري على واحد الزعامه فيا كثيره بزاف. فراسكم عاد اكتشفت واحد الحاجه بلي هذا ما غاديش يكون فيه العبار اللي عبرت ديال المتر، وتا انا كنعبر بحال الا ما عرفت شحال عندي تاع الثوب. ما درت 110 في لونج كاع ما كنمرق. ما غاديش يجي، يعني غادي ندير ليه افتحات ماشي مشكل. هنايا غادي نحاول نعبر الطول، غادي نحاول نعبر الطول ديال اللي فيا. درت انا 90 سنتيم، 90 سنتيم عندي من الكتف حتى للركبه. ويلي 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 ويلي، لا مزيان. اويلي ويلي ويلي ما ويلي والو، مزيان. صافي دابا هذا هو الفوق، هذا هو الكاب كامل هو هذا. واو بدا كيبان. دابا المشكله هنايا، هنايا ما جاتنيش العبار اللي بغيت. انا كنت بغيت ندير لي كتف وطايحين، ولكن ما جانيش. اذا غادي ندير، غادي ندير بحال هكا. كيفاش مازال كيقطعوا لي الدين بحال هكا؟ صافي مزيان. هو دابا غادي نتخيل بلي هذا هو. نزلت الظهر بزاف يا ويلي، الا صوبتو فرحت. صافي فهمت هاد البلاصه خصني نقطعها. هنايا خصني نقطعو حيت هنايا كتكون فيه الخيط، هنا تحت اليدين خص
خصني نقسمو باش يجيوني جوج طراف، يجيني الطرف ديال الدار وهاد الطرف هاد الفوق دابا اللي كيبان لكم هو الطرف ديال القدام. غير زعمو شريو الثوب وفصلوه وديو الخياط يجيبو لكم بشي 20 درهم ولا ما عرفت، هانتوما طلعتو البيزا وغتكونوا فخورين براسكم حيت غادي تكونوا نتوما اللي مفصلينها، فهمتوا؟ القلب كيبان لك ديك اللعبه اللي غتحسوا براسكم فرحانين. يا ربي ما تصدمش ما تصدمش. ها هو الظهر اللور العنق العنق اللي نزلت الصراحه خسرتها في العنق اللي حادق حادق. ها هو الطرف اللوراني كيفاش غادي يكون الطرف القدامي يا ربي غادي يكون غادي يجي بحال هكا، شفتوا غادي يجي بحال هكا، ولكن راه هادشي كبير ماشي مشكل. كبير ولكن هاني غادي يتصاوب في الخياطه غادي تنقص شي شويه كيكه. لا اصلا انا درت ليه بحال هكا، انا درت باش يجي واحد فوق واحد حيت شيطت شويه غادي يجي بحال هكا. هو هذاك النيشان انا بغيتو واسع حيت انا دابا تنكبر انا بغيتو نكبر فيه. صافي الفن صافي. واو سخفت سخفت. صافي المهم دابا غادي نصوب يدي، هذا درتو اوف كاميرا طولتو على 4 ياكو، وصافي غادي ندير دابا هاد التقويره ديال اليدين هادي اللي درنا بلاتي غتبان لكم بهكا. هاد التقويرات اليدين غادي ندير بحالها نديرها هنايا باش نفصل اليدين. هذا هو تحت الباط هو هذا، وهنا فوق اليد حيت هنا الثوب مجموع، هاد الثوب كيزلق ما كيعاونيش زعما انا راه كنعرف نفصل الثوب. انا كنعرف نفصل الثوب ما نعاونش، ولكن لا بصح والله الا الثوب ماشي ديال التعلم، انا اول مره نفصل اختاريت هاد الثوب صعيب. صافي دابا هذه هي اليد، غادي نحيد انا شي شويه كيكه من هنايا. كيما شفتوا في الراس مراه اليد ما غاديش نديرها زعما مضيقه، بالعكس انا بغيتها هكا واسعه، يعني غادي نخليها نقسمها غير شي شويه كيكه وغادي نخلي الستي ديالها واسع. ودابا جيت باش نجمع فوق الكتاف بالماكينه، هزيت الطرف القدامي اللي هو هذا مع الطرف اللوراني وغادي نخيط فوق الكتاف. المهم هو دابا فاش خيطتهم فوق الكتاف هو كيجا جا غير بحال هكا. عجبتني هذيك اللعيبه اللي درت شيط فيها، شفتوا شنو وقع فاش شيط؟ دابا غادي يكون هكا، يعني غادي يجي طرف على طرف وصافي هو جا واسع من هنايا. المهم دابا غادي نمشي نخيطو من هاد البلاصه، يعني غادي ننزل معاه الخياطه من هنا ومن هنا جواهر. المهم جواهر بهكا الله اعلم الا تخيط غنشوفو. وليديات مازال جاو طايحين معنا، كتفاتي صغار يعني واخا ما كنت بغيت ليديات يطيحوا ولكن راه طاحوا مازال جواري. دابا غادي نخيط الجناب كما قلت لكم قبل، بغيت غير نقول لكم كيفاش تعلمت الماكينه. ماما كانت تداجا عندها وكتخيط بها، ولكن ماشي هي اللي علمتها ليا، كنت كنخلي ماما حتى كتخرج كتمشي عند جده ولا كتمشي للسوق ولا شي بلاصه، وكنت كنهز الشراوط ولا المشاور وكنت كنبقى نتعلم وكنخيط. مره كتجي كتلقى البره مهرسك ولا مره وهي وما كانتش كتقول لي والو، كتعرفني كنتعلم. في الاول ما كانتش عارفاني كنتعلم، كتقول لي ما تقيسيش الماكينه، ولكن من بعد صافي عرفتني كنتعلم وخلاتني وحتى تعلمت غير بوحدي نخيط. يا سلام شوفوا كي جا جواهر بزاف، درتو مع كسوه هكا ضربه، هادي راه كسوه مفصله بليكرا كلها من هنا حتى لتحت كانت فصلاتها ليا عفيفه. شوفوا كيف داير. قولوا لي انا بعدا عجبني، انا فخوره بيا، ولكن قولوا لي نتوما كيفاش جاكم. شوف كنحاول اني نوقف على صبيعات رجلي باش نبان، شوفوا حمقني شوفوا زوين خفيف وبان لي يقدر يتلبس حتى محلف. هاو شوف حتى محلف جا زوين. غادي يجي محلول مع شي وحده الا كانت طويله غادي يجيها زوين محلول معها، انا قصيره ضروري ما خصش شي حاجه هكا اللي تجمعوا، ولكن جا زوين عجبني خصو غير يتصبن ويتصلح. خلاها الحبيب كثير الشم يتصبن من العرق ويتحدد واو. لا لا قولي لي دابا بصراحه واش زوين ولا لا، زعما واش كيفاش بغيت نقول لكم زعما واش نستاهل نكون كنخياط ولا شي حاجه. اول مره اقسم بالله اول مره غادي نخيط نفصل ونخيط بوحدي وما تدخلش فيا ماما، هذه هي اول مره زوين.
فرحت بيه بزاف. المهم غير زعما وزعما شري التوابره هذا كما قلت لكم 20 درهم. دابا هذا كله طالع ليا ب 20 درهم غير ديال الثوب وصافي والخياطه. بالنسبه لي ما عندهاش الماكينه ولا شي حاجه في الصيف الدار ودي الخياطه يجمعوا لك هكا، ولا كاين عاوتاني الناس اللي كيخيطوا باليد، غير انا ما عنديش ديك الخاطر تاع اليد. والله كنعرف واحد السيده جلال كديرهم غير باليد. فهاد الكونفينمون ما عندك ما يدار وزي اختي شي ثوياب وفصلي فيه شي قوي ميجر الصيف ولا شي كارط الصيف ولا شي لبسه الصيف. المهم هذا هو الفيديو ديالي، ونتمنى يا رب يكون عجبكم، ونتمنى اني نكون عطيتكم واحد الطاقه ايجابيه باش تنوضوا تخيطوا حوايجكم. وبسلام عليكم، نتلاقاو في فيديو جديد على صفحه صفحه باردوز. خليتكم فرحت الله عجبني راسي.